الفقرة. مساء الخير، مساء التفاؤل، مساء التعايش، مساء تقبل الآخر هنا في الليبراليات. اليوم ضيفي سالم العجمي. حياك الله اخوي عبد العزيز، هلا فيك. شلونك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك اخوي عبد العزيز، الله يبارك فيك طال عمرك. بداية انت انزين رئيس الفريق انزين التطوعي، انا ابيك تقول لي شلون كانت الفكرة. والله اخوي عبد العزيز، انا طبعا بعد الكورونا، لما ازمة الكورونا، انا والشباب، مجموعه من الشباب العاملين في قطاع النفط الخاص، يعني بين ان احنا نسوي فريق تطوعي لدعم اخواننا في القطاع النفط العام. تعرف ان في ذاك الوقت كان فيه حجر، والحجر كان ياثر على العماله الاجنبيه، بخصوص انه يكونون في شو اسمه في الحضور الى عملهم في القطاع النفطي. فقلنا نسوي فريق لدعم اخواننا طبعا لوجستيا، وكوننا فريق قوامة 220 شخص. 220 شخص، اي نعم، في بدايته طبعا في 1/4، وخاطبنا المؤسسة في ذاك الوقت، مؤسسة البترول، وعطيناهم ان هذا الموجودين الشباب الموجودين ذولي هم لخدمتكم في حال اذا انتم احتجتوهم. فهذه هي بداية الفريق التطوعي. جميل، انزين، انتم عندكم انزين مشكلة عن قانون 28 على 1969، شنو بالضبط؟ أبيك إنزين اليوم تقول لي الموضوع من الأي تزد. قبل الساعة المباركة، أولاً خلينا نعرف نفسنا إحنا اللي هو العاملين في قطاع النفط الخاص. من هم العاملين في قطاع النفط الخاص؟ يعتقد البعض إن إحنا قطاع نفطي حكومي او عام، وعندنا كل الحقوق ونطالب في حقوق زياده، وهذا غير صحيح. غير صحيح. احنا اي نعم، احنا نعمل مع شركات نفطيه خاصه. شركات نفطيه خاصه. نعم. وهذه الشركات النفطيه الخاصه، تعرف انت اليوم اغلب الشركات تتعامل معانا بنظام اللي هو يعامل معامله، يطبق عليك القانون الاهلي وليس النفطي. كتحايل على القانون، خلينا نقول يعني انتفاضة على القانون. هذا كالموضوع. نعم. صحيح. تحايل. صحيح. فاليوم انت لما تي حق اللي هم الموظفين اللي يعملون مثلا في المصانع النفطيه، او يعملون في حفر ابار النفط، او يعملون في المصافي، باي مكان، راح تشوف انهم مسجلينهم في التامينات على انهم اعمال مكتبيه. اعمال اليوم مكتبيه. هو نعم، اليوم هو يعمل في مكان خطر ومعرض للغاز ومعرض للموت، لكن ما يسجلونه في التامينات الاجتماعيه على انه هو في اعمال شاقه يسمونها، لا، يسجل انه هو مثل، يعني خلينا نقول هم بعد تحايل. تحايل. نعم صحيح. يعني تحايل انه انت، نعم، الموضوع كله صاير يعني للاسف تحايل في تحايل؟ للاسف، يعني انا اقول لك ان اليوم لما انا اعمل في مكان نفطي وخطر، واسجل في التامينات الاجتماعيه على اني انا اعمل في اماكن مكتبيه، هل هو هذا تحايل ولا تحايل على القانون؟ تحايل. اليوم يعني اخوانك اللي هم قطاع النفط الخاص، احنا عددنا ما شاء الله 14,000 كويتي وكويتيه يعملون في 14,000. نعم. ألف كويتي وكويتيه يعملون في هذا القطاع، وقطاع مهم، يعني احنا في 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 انتاج النفط وتصدير النفط وتكرير النفط، كل مكان موجودين تواجدين. نعمل مع الشركات اللي تابعه تحت مؤسسه البترول، الشركات المتعاقده وياها. فاليوم انت مشكلتنا احنا، يعني عندنا حقوق، ولكن احنا ما، يعني خلينا نقول ان حقوقنا هذه ضايعه. شنو بالضبط؟ حقوقنا سلمك الله، اول شيء قلت لك التامينات الاجتماعيه. التامينات الاجتماعيه لا يطبق علينا اللي هو القانون النفطي، ولا يطبق علينا الاعمال الشاقه، وهذا امر مرفوض. ثاني شيء سلمك الله اللي هي بدل الطريق، بدل طبيعة العمل. اليوم أنا أعمل حالي حال أخوي أو زميلي اللي يعمل في القطاع النفطي الحكومي، نعمل نفس العمل ونعمل نفس المصفاة ونقوم بنفس الأدوار. هو عنده حقوق وعنده تأمين على حياته وعنده مميزات، أنا ما عندي ولا شيء. أنا اليوم أعمل فقط راتب مقطوع،
يعني أنا هذا الشيء يعني. ثاني شيء في شيء مهم بعد شنو؟ اليوم حتى لو أنا صاب والله اللي يقول صابت عمل أو كذا ما يودوني يعالجوني في مستشفى شركة نفط الكويت، وعالج مثلا يودوني مستشفى العدان الفروانية أقرب مستشفى. ولكن أنتوا قاعدين يعني مثل ما قلت تشتغلون في نفس المكان. نعم، لكن ولكن الكويتيين الكويتيين ايه؟ الذين يعملون في قطاع النفط الخاص، حتى الموظفين الموظفين اللي هم القطاع النفط الخاص اللي يخدمون اللي هي اخوانهم وزملائهم في قطاع النفط الحكومي ويشتغلون في شركه نفط الكويت المستشفى، نفس الموظف ما يتعالج في المستشفى، يتعالج برا المستشفى، يتعالج في مستشفى عام خلينا نقول. وهذا يعني هذا فيه انتقاص لحقوقنا احنا. يعني هذا اقل يعني اقل حق انا اقول لك اياه اليوم، ان اليوم انا علاج انا ما تعالج في مستشفى الشركه، وانا اخدم يعني انا اخدم الشركه نفسها واخدم القطاع نفسه واعمل في القطاع النفطي. فهذه بعض الامور اللي يعني غير ناهيك عن المضايقات، غير الفصل التعسفي، غير عدم ما في دورات، عدم وجود شو اسمه ترقيات، امور كثيره امور كثيره. جميل، هذه الحين مثل ما نقول انزين المشكله. جميل، شنو سويتوا؟ هل إن مثلا رحتوا حق انزين مجلس الامه مثلا، ولا شنو صار من انزين التحركات؟ يعني تحركاتكم شنو؟ تحركاتنا طبعا اول شيء، اول بدايه انا بقول لك شيء، يعني احنا عندنا حطينا الفريق خطوط حمراء. خطوط حمراء؟ اي نعم، اللي هي الاعتصام والاضراب ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن هذا يعني المواطن يعني له حق يعني بالاعتصام. لا، احنا نرفض هذا الشيء لان احنا اصحاب حق. اليوم انا حطينا هذه الخطوط الحمراء على الاعتصام والاضراب، بين نيتنا ان احنا نيتنا سليمه، نيتكم سليمه ان شاء الله. وبعدين ثاني شيء، احنا الحق يعني اليوم عندي قانون اللي هو 28/69 ينطبق علي، وعطتني المحاكم احكام تمييز بان احنا حقيتنا في هذا القانون. فاليوم انا ليش الجا حق الاعتصام والاضراب؟ بالعكس، انا مشيت بالقنوات الرسميه، انا شخصيا قاعد اكلمك او وانا مثل الفريق، مشينا عن طريق ان احنا بدينا وطرحنا قضيتنا في التويتر، وكنا نتصدر المراكز الاولى في 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 ترند بالكويت كله. وتواصل معانا بعدين، اول شيء تواصل معانا الوزير، وزير النفط. نفط، نعم. وانا اوجه له تحيه وزير النفط، وعطنا المطالب مالتنا. جميل. والمطالب هذه كانت طبعا على اساس ان احنا قالوا ان انتم مو شرعيين، او ان انتم مو جهه شرعيه، لان انتم فريق تطوعي. فريق تطوعي. لعدم وجود نقابه. جميل. نقابة ما في نقابه، ما عندنا نقابه حاليا. لكن لما قدمنا رحنا لجأنا حق اخواننا في اتحاد البترول، مشكورين اخواننا، ساقونا مطالبنا وحطونا احنا تحت مظلتهم. وانا اوجه لهم الف تحيه لاخواني في اتحاد البترول، وقدموا الطلبات وقدمناها ووجهناها حق الوزير. جميل. المفروض انه بعدها انه يكون الوزير انه يرسل هذا الكتاب حق اللي هو مؤسسه البترول ينظرون في امرنا. شنو صار؟ تاخر الوضع. تاخر صار. انا اعتقد في خلافات بين بسبب ما بسبب ما الوزير والاداء في مشاكل بينهم. يعني انت اتوقع ان في خلافات وانت وصلتوا الضحيه يعني. نعم، ضحيه. فالمهم اللي صار، سلمك الله، وجعنا حق مجلس الامه وقدمنا اقتراح، او ان طرحوها قضيتنا حق ان نتحول الى اللجنه الصحيه، وتم الموافقه عليها من نواب مجلس الامه، ورحنا حق اللجنه الصحيه. وانا اوجه لاخواني في اللجنه الصحيه طبعا كل الشكر والاحترام، وهو رئيس اللجنه النائب الفاضل طلال جلال، ومقرر اللجنه سعد الحماد، والنائب الفاضل محمد الحويله، والنائب الفاضل اسامه الشاهين، والنائب الفاضل حمود الخضير، اللي صراحة كانوا واقفين ويانا ويعني وقفوا ويانا، وهذا الأخوان هم اللي ساعدونا حتى إن إحنا نطلع في حل منصف بيننا وبين المؤسسة. جميل. فطلعنا في مثل خلينا نقول في أمرين. أمرين. الأمر الأول اللي هم تعديل لائحة المؤسسة، واللي هي كانت تخالف القانون، مؤسسة البترول احنا عدلها بما توافق مع القانون 28/69، وعطناهم مطالبنا
والشغلة الثانية اللي هي زيادة العمالة الكويتية إلى 50% في عقود المقاولين. هذا فرصة عمل جديدة حق الشباب الكويتي عشان يوصلون حق هالمكان هذا. جميل. إنزين مثلا ما صار شيء في مجلس الأمة، يعني ما صار هناك مثل ما يقولون إنزين تعديل على القانون، صوتوا على شيء ولا؟ صوتوا وحولوها على اللجنة الصحية. واللجنة الصحية اجتمعت وكان في اجتماع كان في القيادة النفطية وبرئاسة وزير النفط وإحنا كفريق تطوعي ومعانا اللجنة الصحية اللي هم أعضاء مجلس الأمة، وتم اتفاق على هذا الأمرين، يعني الأمر اللي هو تعديل اللائحة و اللي هو زيادة النسبة إلى 50%. مفروض أنها بعدين تنتقل حق المجلس القادم، لأن هذا الأمر كان في نهاية المجلس. نهاية المجلس. جميل. زين أنتوا عندكم مثل ما يقولون توقيع على وثيقة. لوحة أو وثيقة أو أي نعم. أنا عندنا وثيقة شرف. وثيقة شرف. أي نعم. وعندنا أطول عريضة في تاريخ الكويت. أي. أي نعم. الوثيقة الشرف هذه تعهد النائب، وإحنا بدينا فيها في المجلس اللي فات وحصلنا تقريبا على 38 نائب. 38 نائب. اي نعم. وخلنا نستثني اثنين اللي هم وزراء، وعشرة رفضوا طلباتنا احنا ال 14000 كويتي. اتوقع يعني اتوقع النواب اللي رفضوا الطلبات اتوقع ليش؟ يعني انا ما اقدر ادخل في نواياهم، لكن يعني اللي يسأل يعني راح يعرف السبب، يعني يعني أكيد أحد، يعني أنا في نائب قال لي صراحة وقال لي أنا يعني حسبتي غير حسبتكم. ها. فقلت له شلون يعني 14000 كويتي وعندنا قانون وعندنا حق وإخوانك وناس قاعدة تفنش وناس قاعدة يعني تنظلم وذول عيال الديرة، ومفروض يعني أنت يعني أقسمت قسم أنك أنت تدافع عن حقوق المواطنين. فقال لا والله اسمح لي انا ما ابي اخسر خلينا نقول قياده نفطيه، والله عشان انا يعني خلينا احنا يعني شو اقول يعني واضحه يعني هي من عنوان ايه ف غيره لا في احد ثاني لا. تشوفه ما شاء الله عنده ظاهره صوتيه ومزعج في المجلس والنفط، وهذا يوم دقين عليه وقلنا له تعال وقع، قال لا انا ما اوقع وياكم يا ابن الحلال، هذول عيالنا وانت قاعد كله تقول ان القطاع النفطي وفي فساد وفي كذا، زين احنا ويعني ناس مظلومين اربعتين ما للاسف مقال. والله انزين غيره يعني للاسف يعني انزين هذا على سالفه الوثيقه. انزين لا. ابيك تكلمني عن سالفه العريضه. العريضه سلمك الله احنا سويناها كفريق وخلينا الناس كلها توقع عليها. حاولنا نوقع اول شيء اللي هي العريضه عباره عن قطعه خام طولها 150 متر. 150 متر. نعم. وهي أطول عريضة راح تكون في الكويت إذا لم تكن في العالم. أنا أتوقع أنها ممكن تدخل جينيس للأرقام القياسية، موسوعة جينيس. وقعوا عليها طبعاً اللي هم أعضاء مجلس الأمة، وقع عليها سياسيين، وقع عليها حركات سياسية. أنت بعد ما شاء الله عليك أخوي عبد العزيز بيض الله وجهك، أنت وربعك وقعتوا عليها. ووقع عليها كل أطياف المجتمع الكويتي كلهم، يعني مثل دعم لنا أن ندعم مطالبكم وإحنا وياكم في مطالبكم. وهذا يعني العريضة هذه بإذن الله إن شاء الله بعد ما تنتهي، الحين يوم حاكرتنا كورونا ما نقدر نتحرك، لكن إن شاء الله لها وقتها إن شاء الله وراح تنعرض بإذن الله. جميل. إنزين نقدر نقول في عندنا بالكويت التيارات السياسية، وإنت أنك أنت تو قلت أن في تيارات سياسية. نعم. وقعت بالموضوع. إنزين جمعيات النفع العام عندنا جمعية نقدر نقول جمعية المحامين، جمعية الخريجين، جمعية الصحفيين وغيره، ما كان لهم دور داعم بالموضوع؟ والله أنا أقول أكثر الأكثر، وأنا بهم بعد بوجههم تحية، يعني اللي هم اتحادات العمالية مثل اتحاد عمال الكويت، يعني كان لها موقف يعني مشرف من قضيتنا يعني
في دعم لنا ووقوفه معانا واتحاد القطاع الحكومي والقطاع الخاص واتحاد المشترك، هذول هم والنقابات يعني هذول اقرب لنا، لان هم خلينا نقول لك يعني خلينا نقول ان اقرب لان هم يدافعون عن العمال، فهم اكثر يعني من 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 حضر ويانا ودعم ويانا دعم مطالبنا. اول شيء بسبب انه مثل ما قالها اخوي النائب أسامة الشاهين، يقول انتم من اعدل القضايا اللي مرت علي انها واضحه انكم انتم مجرد طالبون بتطبيق القانون وتنفيذ الاحكام القضائيه، فقضيتنا سهله، احنا ما نطالب على قولتهم بشيء مو حقنا، لا احنا نطالب تطبيق القانون. اليوم اخوي عبد العزيز يعني لما تسمع في امور كثيره يعني تحتز بالخاطر، يعني انا كرئيس فريق قاعد اسمع كل يوم مأساة موظف، يعني يقول اليوم انا معاشي ما نزل 3 أشهر، يقول انا انحاش من البواب عشان يقول لي الاجار، وواحد ثاني يقول انا مو قادر ادفع خدامتي وخدامتي قاعد تضرب عن الطعام او تضرب عن الطبخ وكذا لاني انا ما دفعت معاشه لان شركتي ما دفعت لي. يعني في اشياء تحس في الخاطر. صحيح صحيح. يعني بصراحه يعني خلينا نتكلم جد، يعني اليوم انت مواطن كويتي يعني بلا حقوق، خلينا نتكلم اليوم اذا انا ما علي حمايه وانا اليوم اتعرض لاماكن خطره وهاد اهلي قاعد بالصحراء وقاعد اشتغل في اماكن يعني خطيره، اليوم انا معرض يعني خلينا اقول لك السام عندنا الاتش 2 اس قاتل، وهذا طلع بالكويت مره لكن اليوم اذا انا ما تدافع عني ولا ان انا اخذ حقي ولا انت تعطيني معاش شلون تبينا، يعني ظلم. لكن انا اليوم انا اوجه كلامي حق يعني القياده النفطيه، وان شاء الله ان فيهم الكثير منهم فيهم الخير، يعني انا متاكد هذا ان شاء الله يعني ينصفونا ويشوفون عيالهم، وهذول ابناء الكويت اخر شيء وين بيروح. صح جميل. انزين بما ان انت في القطاع النفطي، دائما الناس يقولون طبعا النفط الخاص، الخاص عشان ما يقولون إيه خلاص يعني عشان إيه خلاص احنا خاص يعني بلا حقوق يعني. تفضل. دام انتم في القطاع النفطي الخاص واللي مثل ما تقول انه هو بلا حقوق. نعم. وعندك يعني ما في امن وظيفي سنوات. نعم. من